بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جلو لينكس، معكم عبد المجيب. ومن الاشياء اللي لازم يعرفها اللي هو الادمن، عفوا السيرفر ادمن، اوكي، انه يعرف كيف يسوي الشيل سكريبت. اوكي، الشيل سكريبت ايش هو الشيل سكريبت؟ الشيل سكريبت عباره عن ملف، اوكي، برمجي تبرمج فيه وتشغله عن طريق الشل. اوكي، هو عباره عن سلاسل او من الاوامر تنفذ انت بطريقه معينه، انه مثلا تحط والله كرر هذا الامر، مثلا كرر بينج مثلا، اوكي، او مثلا اذا 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 ما صار في بينج رجعت للعمليه خطا، سو بينج مره ثانيه الا ما تنجح العمليه. هذه هي برمجه الشل، عباره عن شل ولكن تبرمج بطريقه معينه بحيث انه يكون فيه تنفيذ اوامر بطريقه ذكيه. اوكي، سلسله من الاوامر تنفذ عن طريق الشل سكريبت. اذا كنت مبرمج سابق وانت فاهم ايش قاعد اقول، اذا كنت شخص لست مبرمجا فانا مسوي سلسله اصلا للشل سكريبت، لذلك ما راح اتعمق اليوم بالشل سكريبت. في سلسله موجوده تحت الرابط حقه، بادي من الصفر وتتعامل معك كانك شخص ما تعرف البرمجه اصلا. اوكي، وتمشي حبه حبه لين ما تتفاهم مع الشيل سكريبت. ايش استفيد اني اتعلم الشيل سكريبت؟ راح تتعامل بشكل احترافي جدا مع نظامك، خاصه اذا كنت شخص تعامل مع النظام عن بعد وعندك زي ما تقول مهام تحتاج انك تنفذها بشكل مستمر. وزي ما تعودنا في السلسله راحت انه في معلومات عن الشاهي، على طول الشاهي خلينا نقول لهم الشاهي. المناطق المشهوره بالشاهي عندنا بالعالم، اوكي، اكيد بيجيب بالك يعني حاجه واحده، لانجلترا، اوكي، الشاهي انجليزي، اوكي، يجيك واحد بريطاني، مورنينج فريند وود لايك سم تي. هذولا الجماعه، اوكي، يهايطون بالشاهي والشاهي مو بلهم، يهايط يعني يستعرض او 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 يعني يستعرض شيء مو عنده. اوكي، الشاهي مو بلهم، اوكي، الشاهي اصلا ما ينزرع ببريطانيا، ينزرع بمحميات اصلا، لذلك هم قبل راحوا احتلوا الهند والمناطق هذه وشافوا عندهم شاهي وخذوه وقالوا احنا اهل الشاهي، احنا نشرب شاهي، فهم يتظاهرون بشيء مو لهم. طبعا هذا عادي جدا عند الذولة، دائما عندهم التظاهر. طبعا اصدقائي البريطانيين لو يشوفون هذا الفيديو ويفهمون عربي ببلش معهم. عموما الشاهي ما يطلع فعلا ببريطانيا، المناطق اللي مش مشهورين بالشاهي الهند، سريلانكا، في مناطق بأفريقيا الجنوبية، وايضا أمريكا الجنوبية، الارجنتين، في عندهم الارجنتين، على الارجنتين في عندهم هذه المتة حق السوريين، متى نروح نمتت. طيب احنا ما علينا، هذه معلومات بسيطه عن الشاهي اليوم. خلونا الحين ندخل بالصلب الموضوع. اوكي، قبل هذا كله خلونا نشوف طرق تنفيذ الاوامر. الاوامر احنا تعودنا ان نكتب مثلا بينج، حلوه حلو تحس اللي تطلع هذا، تكتب بينج مثلا، بينج جوجل، خلينا نحطه مره واحده google.com. اوكي، هذا تنفيذ امر معين. زين، يلا بنق، مش قصه الانترنت في شيء. اوكي، تم التبنيك وانتهى التبنيك. طيب هذا هو البينج اللي احنا متعودين نسويه، هذا الامر، هذا دقه تنفيذ الاوامر. طبعا ممكن تنفذ الاوامر باكثر من طريقه، لذلك ركز معي الان. انت ممكن انك تنفذ بينج بالشكل هذا وتشتغل قدامك تشوفه، زين، الامر هذا، ولكن ممكن انك تدرج مع علامه الاند هذه. علامه الاند هذه معناته انه شغل هذا الامر ولكن بالخلفيه، ماشي، بدون ما اشوفه. في بعض زي ما تقول الاوامر ممكن تشغلها بخلفيه النظام او بالخلفيه بحيث انك ما تشوف تنفيذه قدامك ولكن تشتغل باسم الباك جراوند بروسيس. زين، فممكن تشغله كباك جراوند بروسيس بحيث انك تشغله بدون ما انه يطلع قدامك. من الاشياء المفيده جدا تسوي، ممكن تنفذ ملف شل وتحط قدامه علامه الاند، راح يشتغل ملف الشل بدون ما انك تشوف الاشياء قدامك. طبعا على حسب، اذا كان في طبعا مخرجات البينج بيطلع مخرجات قدامك، ولكن في بعض الاشياء ما تطلع مخرجات، تشتغل وتفحص وتشتغل وتزين وتشيل وتحط بدون ما تطلع مخرجات. هذه علامه الاند، معناتها شغل في الباك جراوند. زين، مفيده جدا اذا كان عندك حتى برنامج صوري، اوكي، فبدل ما تكتب مثلا ما في برنامج معين، جيمب مثلا، اوكي، ممكن تحط علامه الاند معه، خلاص يشتغل جيم مباشره مثلا. زين، طيب هذه هي الفائده من علامه الاند. في امر ثاني اللي هو اشوف الاس بلوك. اوكي، هذا طبعا الامر خاص بعرض اللي عندك الاقراص. زين، انت ممكن تنفذ امرين بشكل متسلسل. زين، نفذ هذا ثم نفذ هذا بغض النظر عن النتائج اللي بتطلع. كيف ممكن تسوي الاس بلوك؟ زين، ثم تحط العلامه هذه اللي هي نقطه فاصله منقوطه. زين، ثم تنفذ بعده امر ثاني زي مثلا امر اف ديسك ال، طبعا لازم هذا سودو ولا ما راح يشتغل. لاحظ انه زين نفذ الاوامر. طبعا بغض النظر عندي حركات جميله. زين، بغض النظر عن العمليه السابقه هل هي تمت او ما تمت، هو اشتغل. اوكي، طيب احنا لو جينا حطينا امر خطا هنا، زين، لاحظ انه نفذه حتى لو كانت العمليه السابقه خطا. قال لك هنا انه كوماند لت فاوند. اوكي، الكوماند لت فاوند معناته انه ما لقى الكوماند هذا، مع هذا انه استمر بالعمليه.
نفذوا. هذه العلامة معناته أنه نفذ لا تفكر، نفذ امشي سيدة سيدة زين. هذه فائدة العلامة هذه. ولا طبعا راح تفهم معي الآن لما نجي بالنقطة الثانية. في عندنا كمان زي هذا الاس بلوك اند اند سودو مثلا زي قبل شوي. خلنا امشي على الديسك ديسك ال زين. هذا يقول لك نفذ الاس بلوك، اذا تم تنفيذه انتقل للعملية هذه. اوكي اوكي شوف معي طب. لانه الامر هذا صحيح تم تنفيذ العملية اوكي، ولكن لنفترض انه جينا الحين حطينا هنا، لاحظ انه توقف. ليش؟ لان الامر هذا خطأ، فما راح ينفذ الامر اللي بعده الا اذا كان هذا الامر صحيح. اوكي لذلك اذا سوينا الطريقة هذه راح تنفذ. ليش؟ لان هذا الامر صح، هذا الامر صح. طيب لو كان الامر الثاني خطأ هذا هل يتنفذ؟ طبعا يتنفذ. ليش؟ لانه هو يبني على السابق فقط زين. هذه فائدة الامر هذا. في امر ثاني او علامة ثانية، لو جينا سوينا ls block or اوكي البايب، البايب اللي هو شيفت مع سلاش هذه زين. ثم جيت نفذت سودو اف ديسك ال، شوف صح يصير ما حصل شيء زين. اللي صار كالتالي انه قال لك اذا كان الامر هذا خطا نفذ هذا. شوف الفرق، اللي قبل شوي يقول لك اذا كان الامر هذا صح نفذ هذا زين، لكن هذا يقول لك اذا كان الامر هذا خطا نفذ اللي بعده. وش اقصد؟ اقصد انه لو جيت سويت الحين هنا راح ينفذ لك الامر الثاني. لاحظ انه نفذ الامر الثاني. اوكي اوكي طبعا عشان اوضح لك الصوره اكثر، ايكو كوركت ايكو نوت كوركت او انكوركت. اوكي باك، لاحظ انه قال لك كوركت ماشي ماشي. الان لو جيت حطيت امر خطا هنا، طبعا ايكو ما في شيء اسمه ايكوز اوكي، راح يكتب لك نوت كوركت. شايف ليش؟ لانه قال لك ان الامر هذا غير صحيح وتم تنفيذ الامر التالي بعده. طيب فيه طريقة ثانية اوكي اللي هي ما ادري ايش اسمها هذه بصراحة، الفاصلة زين تحصلونه مع الحرف الذال هذه زين، فانت تضغط هذا ويطلع. هذا ممكن تتعامل معه بطريقة جيدة جدا اللي هي اوكي جميل جدا. عندي فكرة ping echo google.com. هنا ايش راح يسوي؟ لاحظ انه اخذ المخرجات هذه واستعملها كمدخلات للامر ping زين. فالفائدة من هذه هو انك خذ المخرجات حقت البروسيس الثاني وحق الكماند الثاني وادخلها هنا زين. طيب لاحظ انه ممكن تسوي بينج واحد مثلا ايكو جوجل دوت كوم. ايش راح اسوي؟ وراح اجيب لك جوجل وراح اسوي عليها بينج بس. اوكي طبعا ممكن تستفيد منه بحاجات ثانيه ترى، انه مثلا افترض انك لسته حزم معينه حاب تثبتها مثلا عن طريق باكمان او ابت جيت اوكي او واي يو ام مثلا انستول، طبعا واي يو ام عشان سنت او اس اوكي. ثم تقوم تحط كات مثلا ليست، فايش راح يسوي؟ هو عندك ليست صح، راح يجيب الليست كامله بيحملها. هذا الفائده من الامر هذا. طيب في عندنا اخيرا اوكي اللي هو الامر هذا الشخص هذا لما تنفذ كماند بالشكل هذا ls block زين مثلا echo test هو راح ينفذهم. ولكن ايش الفرق ما بين هذا وما بين هذا؟ الفرق ببساطة انه لما تحط اقواس اوكي راح يتم التعامل معهم على انهم كماند واحد. جيد؟ ايش اقصد؟ اقصد التالي، لاحظ انه الان لو جيت كتبت مثلا اوكي ايكو واحد اوكي اور، ثم جيت حطيت هذول مع بعض الاس بلوك، لا نسوي ايكو اثنين ايكو ثلاثة. شايف؟ لاحظ انه ما نفذ هذول اللي بجنبهم، هو تعامل معهم على انهم ايش؟ على انهم سلسلة، على انهم كوماند واحد زين. الان لو جيت سويت التلفون يرن واخر شوي زين، لو جيت الحين سويت ايكوز بالشكل هذا زين، لاحظ انه نفذ المجموعة التالية. الفائدة من الاقواس هو انه ينفذ هذه على اساس انه مجموع اوكي، على اساس انه شلة مع بعض، مثل الرياضيات لما تحط اقواس وشوف مين يتكلم عن الرياضيات. انا اغلط بالحساب البقاله. طيب خلاص الحديث انه اليوم عرفنا كيف نتعامل مع الكوماند زين. طبعا كيف تنشئ ملف شيل سكريبت؟ الموضوع جدا بسيط، اللي عليك تسويه كالتالي انه طبعا انتهينا ترى هذا ما راح ياخذ منك دقيقه واحده تفهمه. عشان تشغل ملف شيل سكريبت نانو نيو شيل دوت شيل اوكي بالشكل هذا، ثم يفترض انك تشتغل بالطريقه القياسيه اللي هي انك تقوم تسوي بن
باش، تكتب وين موجود الباش حقك. طبعا هو غالبا بيكون عندك باش اصلا اللي هو التنفيذ، ولكن احيانا يكون شله، احيانا يكون حاجه ثانيه زين. فانا عندي باش، ثم تكتب الاوامر اللي حابب تنفذها بس. لذلك ممكن تكتب بينج جوجل دوت كوم، بعد ما تخلص بينج ممكن تسوي ويت، او ممكن تكتب بعد البينج مثلا ايكو دان زين. فايش يسوي هنا؟ يقول لك اذا انتهيت الان، سويت بينج مرتين، انتظر لحد ما يخلص ثم قل دان زين. طيب طبعا لازم تعطيه صلاحيات تشغيل اللي هي زائد اكس نيو شيل، نفذ النيو شيل. راح شوف شو بيسوي الحين، بنق مرتين بعدين يقول لك انه دان. وش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا انه نفذنا احنا عباره عن سلسله من الاوامر فقط، علما بانه ممكن تسوي فور ايتش لوب، وممكن تسوي حاجات كثيره جدا بالشيل سكريبتنج. تابع السلسله الموجوده تحت، وممكن تتعمق اكثر، تدخل مواقع متخصصه برمجه شيل سكريبت وتتعلم. اليوم عرفت انه في طريقه معينه لتنفيذ الاوامر، في طريقه معينه لتجميع الاوامر في ملف شيل، وعرفنا انه بريطانيين هيطون بالشهي والشهي مبلهم. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والى اللقاء.